نروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره مع زميلتنا العزيزه نورهان طمان مراسله قناه الاهلي عشان نطمن من خلالها على استعدادات النادي الاهلي للمباراه القادمه وعقب كمان التعادل بالامس مع فريق الانتاج الحربي. يا نورهان مساء الخير. مساء الخير عليك ومساء الخير مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. مساء الخير عليك يا أمير. احنا هنا من فرع النادي بالجزيرة، طبعا يعني الهدوء شوية بيخيم على المكان بعد الفريق الأول أنهى طبعا تدريباته صباح اليوم. كان في يعني جلسات مكثفة لرينيه فيلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل المران، واللي يعني كان بيحسهم على غلق ملف مباراة الانتاج تماما، زي ما احنا عارفين طبعا مباراة امس اللي انتهت بالتعادل الايجابي لكل فريق بهدف لكل فريق. كمان كان في جلسات لفايلر مع الجهاز الفني للوقوف على اخر مستجدات الفريق الفنية، وكان في كمان جلسة خاصة مع كابتن سيد عبد الحفيظ لبحث ايجابيات وسلبيات الفريق في الفترة الحالية. تمام، طيب احنا عايزين نطمن يا نورهان على المران تحديدا والشق اللي دايما بيهم جمهور الاهلي وهو فيما يتعلق بالاصابات واخر التطورات. عرفنا النهارده ياسر ابراهيم واحمد الشيخ شاركوا، ايه الجديد، ايه الكواليس اللي حصل في التمرين بتحديدا بخصوص الاصابات يعني؟ طبعا احمد الشيخ كان اصيب بكدمه بسيطه في مران الفريق، وكان ياسر ابراهيم برضو كان عنده اصابه في الكاحل في اخر وديه خاضها الفريق امام الجونه. الاثنين النهارده الحمد لله شاركوا في التدريبات الجماعيه، وده طبعا خبر سار جدا لجماهير النادي الاهلي، بيقوي قائمه الفريق قبل طبعا المباريات اللي جايه في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا. تمام. يمكن طبعا على مستوى الاصابات احنا عندنا زي ما احنا عارفين محمد محمود وكريم ندفت، يمكن محمد محمود طبعا بيتم تاهيله الفتره الحاليه بشكل فردي، انما كريم ندفت لسه يعني مده تحديد هو قرب ولا لا لسه شويه ما تحددتش من الجهاز الفني مع الطبي. تمام، ان شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل والعوده سريعا، لان اكيد هم هيكونوا اضافه للفريق في قائمته وفي خلال المواجهات المهمه. لكن عايز اطمن من خلالك كمان على البرنامج الخاص بالفريق حتى موعد مباراه ان شاء الله اسوان بعد غد يا نورهان. بصوا الفريق هيدخل طبعا ان شاء الله معسكر مغلق، كان النهارده تمت المسحه الطبيه وفقا لبروتوكول وزاره الصحه قبل مباراه اسوان المقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل. المسحه الطبيه طبعا اقيمت النهارده قبل 48 ساعه من المباراه، معسكر جاد للفريق قبل مباراه اسوان مركز فيها مستر ريني فايلر بشكل كبير جدا لتلافي اخطاء مباراه الانتاج الحربي، كمان علشان يعني تكون بروفا قويه لمباراه الزمالك اللي هتكون ان شاء الله يوم السبت القادم. طبعا مباراه القمه طول الوقت هي الشغل الشاغل لجماهير النادي الاهلي، فريني فايلر مدرك ده كويس جدا، ويعني كمان قال انه مش هيكون في راحه بعد مباراه اسوان وهيستأنف التدريبات مباشره، مش هيكون في راحه قبل مباراه الزمالك. ده جزء مهم من الجانب التدريبي القادم للنادي الاهلي. طبعا يعني يمكن ده على مستوى المحلي، المستوى الافريقي لسه المدير الفني مركز اكتر مع مباريات الدوري. دوري ابطال افريقيا منافس الاهلي اكيد هيكون في استعدادات خاصه ومتابعات خاصه من الجهاز الفني للفريق المغربي. تمام، أكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي خلال ما هو قادم. يا نورهان أنا بشكرك شكرا جزيلا، زميلتنا العزيزة نورهان طمان مراسلة.